لشو بده يحضر مولود العذراء بالأسبوع الثالث من شهر حزيران جون يونيو 2024؟ عزيزي بتحضر لشي جديد بهالأسبوع، بتطور بعض العلاقات أو بتوظف مواهبك بمجال اجتماعي رقيق. بس الفترة الأفضل لإلك بتبلش يوم الثلاثة من هالأسبوع 3-18 لما يدخل فينوس وميركور بيخفف عنك الضغط. بيدخل فينوس إلى برج السرطان وفينوس بيخفف عنك الضغط حتى تبلش مرحلة تعويض وانفتاح على جديد وعلى حماس كبير باتجاه بعض المستجدات. فيك بهالوقت، يعني قصدي بين الثلاثة والأربعة، إنك تطالب بحق أو إنك تتقدم باقتراح أو عرض، لأنه الحظ رح يحالفك بهالفترة ورح يكون إلى جانبك حتى توصل إلى مبتغاك. بس تجنب أي حوار أو مسألة أو استضاح أو محاولة كشف حقيقة بين الخميس والجمعة من آخر هالأسبوع. يعني بآخر هالأسبوع بدك تتجنب المواجهات. بلش بجديد، حضر، كون على يعني معرفة وعلى اهتمام بكل شيء بهالأسبوع. بين الثلاثة والأربعة فيك تطالب بحق، بس بدك تبتعد عن أي استضاح مثل ما قلنا بآخر يومين، يعني الخميس والجمعة. تجنب خلاله النقاشات الحادة أو فتح أي باب هو بالحقيقة مغلق.